نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من تان تي في، أهلا بكم. رأس الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني، وعقد الاجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية.